دائما تينو الخلاف لما تيموت شي واحد ماشي مسلم، بحال هاد الصحفية اللي قتلت غدرا. بزاف ديال الناس بدو تيترحموا عليها وهي مسيحية. القضية عندها علاقة بالشريعة، عندها علاقة بحكم أجمع عليه العلماء أنه لا يجوز الترحم على غير المسلم، سواء كان كافرا كان مشركا كان كتابيا غير كتابي، لا يجوز. الأمر هذا مجمع عليه بين أهل العلم وما خالف فيه أحد إلا أصحاب العواطف، والعواطف عواصف كما يقال. هذا لا يعني أننا نكرهها وأننا لا نحب لها الخير، بل ندعو معها في حياتها، ومع كل مشرك ومع كل كافر عادي ندعو معه في حياته ونتمنى له الهداية، ولا نكن له حقدا شخصيا ولا غلا شخصيا، إنما ندعو له في حياته. أما إن مات فنلتزم حكم الله، وهذه لا علاقة لها بالكره والبغض وغير ذلك، بل لها علاقة بالشرع.